بلبنان في قانون خاص بالإرهاب انحط من أيام كميل شمعون، ولليوم بعد ما نعمل له أي تعديل. كأي استعمال لكلمة إرهاب، القانون فيه استنسابية غالباً بيستعمل لقمع المعارضين. للأسف 90%، وأنا مسؤول عن كلامي، من اللي حطوا لهم المواد 5 و6 من قانون الإرهاب لم يتم لا مصادرة شيء من منزل يتعلق باقتناء الإرهاب أو اقتناء العبوات الناسفة، ولا وجود عبوات ناسفة، وهيدول 90% أخذوا براءة بالمحكمة، ولكن للأسف براءة من هيدول المادتين بعد 10 سنين. المحكمة العسكرية ما لها صفة أو ما لها صلاحية بالادعاء على أي شخص بالمادة 335 من قانون العقوبات. المادة 335 من قانون العقوبات بتحدد أنه الانتماء لعصابة مسلحة، لتعطي صلاحية لها، لأنه هي محكمة استثنائية بتدعي إضافة لهالمادة، لو ما كانوا موجودين الأدلة بالقانون الإرهاب بتحط مادتين 5 و6 من قانون الإرهاب. ملفات الإرهاب من اختصاص المحكمة العسكرية باعتبار الإرهاب اعتداء على أمن الدولة. بيستخدم القضاء العسكري مادتين أساسيتين تتراوح عقوبتهم من الأشغال الشاقة المؤبدة للإعدام. المادة 5 و6 من قانون 11-1-1958 المعرف عنه بقانون الإرهاب بتأكد على موضوع الانتماء على عصابة إرهابية بهدف الاعتداء على أمن الدولة، تفجير، صنع متفجرات، اقتناء متفجرات، استعمال أحزمة ناسفة، عبوات ناسفة، هذا كله تصل عقوبته إلى الإعدام. بيتعرض الموقوفين بملفات الإرهاب لتجاوزات قانونية كتيرة، من التعذيب لمدة توقيف مفتوحة وظروف توقيف صعبة. التوقيف بطريقة غير قانونية، التوقيف بيتعرضوا له لحرمانه من المادة 47 أصول محاكمات جزائية. نحن والأهالي منبرم عليه بكل الأجهزة الأمنية للموقوف لنعرف وين. وبقول لك للأسف أكثر، أنا كنت أدعي قدام النيابة العامة التمييزية باختفاء قصري لمدعي عام تمييز يطلعها ويحفظها ويتصل بيقول لي ليكم موجود عند جهاز أمني فلان. للأسف بيكون قطع 2 أو 3 أسابيع لنعرف وين أراضي. 2، بيتعرضوا لأبشع أنواع الضرب والتعذيب، بيتحطوا عندهم بالسجون لحتى تروح أسر الضرب والتعذيب ليعرضون على قاضي التحقيق، علما أنه المادة 32 من قانون أصول محاكمات جزائية محددة التوقيف الاحتياطي لدى الضابطة العدلية بيومين، قابل للتعديل بيومين آخران، يعني ماكسيموم 4 أيام. هن عم يحطوهم شهر ل5 أشهر. من سنة 2000 لليوم صارت تهمة الإرهاب موجهة لطرف واحد، الإسلاميين. بالتسعينات القوات تم حبسهم ووجهت لهم هيدي التهم حسب معلوماتي. من بعدها هلأ حاليا من 2000 لليوم الإسلام السياسي وجهت له تهم الإرهاب. أنا ما عم بنفي وجود بعض العناصر المتطرفة اللي عندها إرهاب، ولكن حجمها ضيق. هناك من استغل هذه نقطة الضعف ليعمم القضية. لما صارت موضوع الثورة تزداد يوم بعد يوم، في فئة تم اعتقالهم وأحيلوا إلى المحكمة العسكرية، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادعى عليهم بالإرهاب. هذا الأمر أثار غضب منظمات حقوقية وبيناتهم منظمة العفو الدولية ومنظمات تانية والإعلام، وخلى قاضي التحقيق نفسه يمنع عنه المحاكمة بتهم الإرهاب، وأحالهم بموضوع أن والله إثارة الشغب بطرابلس وشيلوا ملفات الإرهاب. وهذا خير دليل على أنه أي حدا بيعارض هذه السلطة تهم الإرهاب جاهزة. بينحكى كتير عن حالات فبركة ملفات إرهاب واستعمالها بالسياسة، أو حتى عن تواطؤ بتركيب هذه الملفات يلي بتخدم السلطة ومصالحها السياسية. يعني مثلا خلنا نحط على سبيل المثال انتحار الكوستا اللي صارت بشارع الحمراء بقهوة الكوستا، واللي دمرت اقتصاد بلد مثل ما هو. طيب تخيلوا أنه تعاقب على رئاسة المحكمة العسكرية حتى اليوم 6 رؤساء، وانتحار الكوستا ما أخذ حكم. في علامات استفهام لما تقرير فرع المعلومات بيجي وبيقول أنه انتحار الكوستا مزنر، واللي نقله واللي وصله على الكوستا ضابط بالجيش وعناصر بالجيش اللبناني، ولما بيتم ضبط الملف وخلوا هذا الزلمة بالسجن كل هالسنين دون محاكمة، بيبقى في علامات استفهام، وبيبقى منقول لماذا لا يحاسب اللي عم يفبرك الملفات. صارت الملاحقة بملف الإرهاب عقاب بحد ذاته نتيجة المماطلة بالمحاكمات بظروف سجنية سيئة بتترك أثارها على الموقوفين ومحيطهم. أنا بقول هيدي المماطلة وهيدي بالقضائية والمماطلة بمحاكمتهم أمام المحكمة العسكرية أو أمام المجلس العدلي، أنا سميتها مقصودة لصناعة التطرف. يعني نحن خلينا نتخيل أنه 45 شخص طلعوا براءة بعد 14 سنة، شو الآثار السلبية اللي إجت على عائلة 45 شخص، ونحن أنتجنا جيل مثل ما هو يكره أو يحقد على مؤسسات الدولة نتيجة ظلم تعرض له أبوهم. الإرهاب ملفاته محاكماته كلهم بحاجة لإصلاحات لابد منها. إلغاء المحاكم الاستثنائية اللي هي المحكمة العسكرية والمجلس العدلي، وهذا تجاوباً مع متطلبات المجتمع الدولي اللي عم يطلب لبنان بإلغاء المحاكم الاستثنائية.
وحصر عمل المحكمة العسكرية بمحاكمة العسكريين فقط. اثنين، احترام لموضوع حقوق الموقوف. ثلاثة، احترام المادة 32 أصول المحاكمة الجزائية اللي حطت سقف للتوقيف الاحتياطي عند الضبط العدلي 4 أيام ومعاقبة مرتكب جريمة التعذيب، لأنه أنا بقول لك القضاء في لبنان يسمح لمرتكب جريمة التعذيب بالإفلات من العقاب.